مستمرين مع الجملة، بس المرة دي آخر فقرة عندنا النهاردة. معانا نجمين كبار، معانا قلب الأسد مدافع قوي جدا من طراز فريق، معانا كابتن إبراهيم المصري. منورنا. نورك عالمي والله. نورك إيه؟ أنت العالمي. والله أنت العالمي. لا والله العظيم. إنجاز جميل يعني، مصر كلها فرحانة بيكم. الحمد لله يعني، الحمد لله عملنا بطولة كويسة وإن شاء الله اللي جاي أحسن بإذن الله. يا رب. إن شاء الله. ومعانا المايسترو صانع ألعاب الفريق الكابتن إسلام حسن. منورنا. ده نورك يا كابتن خالد حبيبي تسلم. قالوا عليك كلام كتير في البطولة دي. إسلام حسن كان محور أداء المنتخب المصري، بالذات إن احنا كانت فترات كبيرة قبل كده ما كناش بنشوف الهجوم بالشكل ده. الحمد لله طبعا بفضل ربنا كان في توفيق البطولة دي. شكل أداء اتغير، كان أداء أقرب إن البلاي ميكر في البطولة دي مدرب المنتخب خلاه اللعب جماعي أكتر يخدم الفرقة، فممكن ده كان يأثر عليا في اللعب المهاري بتاعي او في اللعب الفردي، لكن فاد المنتخب بشكل اكبر يعني. كان قبل كده كان عندنا مشكله دايما في الهجوم في المنتخب المصري، المره دي كل الناس في كره اليد يكلموا ان شكل المنتخب مختلف، بقى فيه اتنين باكات بيشوطوا، بقى فيه اتنين وجات مش دايما اللعب عليهم، لكن دايما بنروح اللعب في نص الملعب، بس كنا قادرين نتواكب مع الفرق الكبيره او المنتخبات الكبيره. بص والله يعني اللي انا شايفه كره اليد العالميه كلها لازم الباكين يشوطوا، لو ما شطوش كنا على طول كان عندنا مشكله في منتخب مصر. دي حقيقة. اللعب فردي اكتر، اللعب ما فيش تجهيز، كان احمد الاحمر دايما بيطلع تلاقي اللعب على طول منحصر بين 2 3 لعيبه، تلاقي ده جايب 30 جون ده جايب 40 جون وخلاص المنتخب على كده، فده كان طبعا بيأثر على المنتخب، تلاقي ما فيش حد ظاهر تاني. اول مره في كاس عالم بقاله فتره كبيره تلاقي 6 7 لعيبه كلهم فوق ال 23 24 جون، فدي كانت حاجه كويسه للمنتخب، خلت اللعب شكله كويس، لعب جماعي، ومدرب المنتخب عمل سيستم، ده فرق معانا جدا بصراحه. فرق معانا. ابو خديجه، اخبار خديجه ايه؟ كويس الحمد لله. والله قول لي قعدت معاها قد ايه بقى اول ما جيت على مصر؟ ما لحقتش، هو يوم بس جاي. يوم؟ يوم ما لحقتش. وجيت لنا؟ جيت. صح؟ قول لي يا مصري، فعلا البطوله مختلفه وعملت حاله مختلفه في وسط الدفاع، جايز الناس بقى يعني مش واصل لها ده، ان نص الملعب انت مالي نص الملعب في الدفاع، السيستم الجديد اتعملت معاه ازاي؟ والله هو السيستم ده كان جديد يعني، جديد علينا كلنا، بس ادينا ابرز حاجات في السيستم عشان الناس تقرب معاك شويه. لو الناس بتتفرج على اقوى الفرق في اوروبا وفي العالم كله بدا يتجه للمدرسه الاسبانيه في الدفاع، لان هي مدرسه انا شايف ان هي متطوره جدا وبتواكب القوانين الجديده بتاعت الهاندبول. ابرز الحاجات مثلا ان ما ينفعش يعني انت بتدافع على مساحه مش بتدافع على لعيب، يعني لو مساحتك انت مثلا واقف 3 متر معاك 7 لعيبه في الملعب فانت بتدافع عليهم. دي ابرز الحاجات فيها. كان سيستم جديد علينا كلنا، كان حاجة مختلفة، بس عشان بدأنا من بدري من شهر 6 اللي فات فقدرنا احنا إلى حد ما إن احنا نتقنه، ولسه إن شاء الله دي كان يعني دي أول بطولة رسمية لينا، كمان ما لعبناش ماتشات قوية قبل كأس عالم، فأول بطولة رسمية بالمنظر دوت، أنا متفائل جدا للي جاي يعني إن شاء الله. باللي جاي إن شاء الله. إسلام قبل بطولة العالم الناس اتكلمت، يعني خلينا نقول إن إنجاز حصل وكل حاجة، لكن اتكلموا إن الإعداد مش متواكب مع بطولة العالم، مصر بتحقق حاجة مختلفة تماما ببطولة العالم. بص خلينا احنا على طول كنا متعودين ان الاعداد 3 شهور وبعد كده بتروح كاس عالم، لكن المره دي كان اعداد مختلف، حصل ظروف لمدرب المنتخب، بس اظن ان احنا كملنا الفتره دي اللي كان مطلوب مننا، احنا لعبت الاهلي ولعبت الزمالك، لعبت المنتخب كامل، بيبقى عندهم في الفتره دي اصلا كده كده بطوله افريقيا، فانت مشغول مع الانديه فانت مش هتعرف تدخل المنتخب تاني الا شهر 12 اللي هي اللي احنا فعلا اتجمعنا فيه. قدرنا ان احنا كان معانا مدرب الاحمال سيرجيو الاسباني، فعلا افاد المنتخب كتير جدا بدنيا، ظهر اول مره يكون معاك مدرب احمال في منتخب مصر؟ لا، او اجنبي قبل كده كانت موجوده من كذا سنه ايام لوميل الالماني كان في معاه مدرب احمال، لكن المره دي فعلا كان الموضوع مختلف، يعني الموضوع مش اللي هو يديك كتير كتير في البدني فعشان تقف على رجلك، لا الراجل ده كان منظم جدا بحاجات بسيطه تقدر تقف بيها على رجلك، فاظن لا ما اثرتش كتير، وده ظهر في البطوله على البدني بتاعنا. الروح مختلفه تماما في منتخب مصر، روح الفانيلا الحمراء في النادي الاهلي ودي روح المنتخب المصري، قدرتوا تعملوا حاله مع الشعب المصري؟ اكيد طبعا الروح كانت مختلفه، المنتخب فيه عناصر كتير جديده مع عناصر خبره، كان لازم نعمل حاجه كاس عالم دوت، لان احنا عندنا كاس عالم الجاي في مصر، فاحنا كلنا كنا متفقين ان احنا لازم نعمل حاجه. كان جاي لنا فرصه مجموعتنا مش سهله، بس وحصل ظروف طبعا، يعني ظروف برضو البطوله ساعدتنا ان نروح تعلى مع الوقت ان احنا نخسر قطر، وكان قدامنا ماتش الارجنتين ان احنا لازم نكسبه عشان نكمل في المنافسه،
فاحنا ظروفنا في البطوله هي اللي ادت ان الروح تبقى عاليه في الاخر. يعني لو كنا بس ممكن كسبنا قطر كان ممكن ما نوصلش للنقطه اللي احنا وصلنا لها دي. كنا ممكن ما توصلهاش، كان ممكن ما نوصلش ان المجموعه تمشي عاديه، نكسب قطر ونكسب الارجنتين وانجولا ونصعد نطلع مركز 12 نطلع مركز 11 لكن ما كناش اعتقد ما كناش هنوصل للثامن. مصري دايما في الاوض المقفوله احنا لعيبه بنكلم بعض، عارف انت واسلام بتقعد في اوضه واحده، قلتوا ايه اللعيبه عملت ايه، ايه الحوارات اللي حصلت بينكم وبين اللعيبه ككل منتخب مصر؟ طبعا في حوارات فنيه وحوارات يعني تشجيعيه بالظبط، يعني كان قبل كل ماتش دايما بالليل بنقعد اللعيبه كلها، معانا احمد الاحمر كابتن فرقه، لعيبه الكوره بتقعد بتقول وجهه نظرها في الماتش سواء في الدفاع سواء في الهجوم، بننظم ارائنا بنشجع بعض. زي ما بقول لك ظروف البطوله كانت صعبه جدا، انت تخسر من قطر وكان عليها ضغط جامد جدا، تخسر من قطر وتاني يوم يبقى عندك الارجنتين لازم تكسبها، الارجنتين فرقه قويه جدا تعدت على المجر، فالظروف خدمتنا يعني الحمد لله الظروف خدمتنا ان احنا قدرنا ان احنا نوصل في الاخر خالص لفورمه ان احنا بدنا نلعب دنمارك والنرويج اول وثاني العالم ونفسه يعني بتخسر بيخسر ازاي؟ يعني الدنمارك الفرقه الوحيده طبعا الدنمارك الفرقه الوحيده اللي لعبوا سبعه هي مع منتخب مصر. كان في تصريح برضو لمدرب الدنمارك قال اصعب ماتش في البطوله كان ماتش مصر يعني وكنا ماشيين معاهم جون بجون، ماتش النرويج كان نفس الكلام، فهي الظروف خلتنا ان احنا نقفل على يعني نقفل على بعض اكتر ونكلم بعض اكتر لان الكلام هو اللي بيقوم الفرقه، هو اللي بيقوم الفرقه بالظبط. اسلام معدلات اللياقه البدنيه في 9 ماتشات بالنسبه لمنتخب مصري ما حسناش ان منتخب مصري بيهبط في اللياقه البدنيه، ده اللي بتكلم فيه بقى فعلا. احنا كلنا اتكلمنا في الموضوع ده، احنا حاسين ان اول مره هقول لك حاجتين، اولا اللي هو سيرجيو الاسباني ده فرق جدا في البدني، تاني حاجه شكل التمرين، شكل التمرين على طول مع كابتن ديفيد شبه الماتش، يعني هو كل التمارين شبه الماتش، تفضل تجري تقريبا الساعه كلها كانها تقسيمه بس جري كلها جري، فدي تفرق معاك ان انت لما تنزل الماتش تحس ان مفيش حاجه مختلفه، فده فرق معانا جدا في الشكل وفي حتى تلاقي الفرقه على طول في الماتش نفسها ما بتقفش، تلاقي الموضوع جري وما بتعبش عادي. عارفك ان انت صريح، قبل ما تطلع بطوله العالم تتوقع ان احنا نطلع الثامن ولا كنت عايز تعدي الدور الثاني؟ لا طبعا بصراحه لا لا بصراحه ما انا قلتها كذا مره ما كنتش اتوقع طبعا انا كمنتخب كله ما كنتش اتوقع خالص تقريبا المنتخب ما فيش حد توقع النتيجه دي ولا مصر ولا حد لكن احنا كنا متوقعين ان احنا نعدي الدور الثاني بس حصل ظروف في البطوله طبعا حصل يأس شويه بعد ماتش قطر لكن دي تبين خبرة اللعيبة وان في لعيبة كبيرة في الفرقة قدرت يعني نتكلم مع بعض ان احنا نقف تاني وفعلا ربنا اراد ان احنا نخسر ماتش قطر ده عشان تقدر تكسب المجر او تتعادل مع المجر فتطلع بنقط، انت لو كنت فعلا مشي الطبيعي ان انت تكسب قطر وتصعد ما كنتش هتفكر في المجر ما كنتش هتفكر في السويد وتطلع بزيرو نقط عمرك ما كنت هتوصل للمركز ده. ما زعلتش من الانتقاد التقيل قوي بعد الماتش قطر؟ والله انا ما حسيتش، مصر كان معايا في الاوضه هو عارف انا قافل كل السوشيال ميديا كل السوشيال ميديا عندي في البطوله كنت قافلها خالص. لا لا ما حسيتش بحاجه او انا كنت زعلان انا كلاعب في المنتخب او بالنسبه للمنتخب بقى زعلان ان احنا خسرنا طبعا لكن انت كلاعب المفروض تزعل شويه لكن تبص لقدام ما تبصش خلاص تحت رجلك اللي حصل حصل، احنا حتى ما اتكلمنا كده قعدنا اتكلمنا مع بعض اللي حصل حصل خلاص، احنا محتاجين ان احنا جايين كاس عالم ما نلعبش ماتش قطر، احنا جايين نلعب كذا فرقه وسطين طبعا هو الحمد لله بقى 9 في الاخر في ماتش الدنمارك وبتلعب في وسط 15 20 الف متفرج، الناس بعد ماتش الدنمارك زعلانه ان مصر خسرت. والله ماتش الدنمارك ده يعني كان ماتش بالنسبه لنا جميل، يعني انا من الماتشات اللي تتحفر لمنتخب مصر يعني كان ديفيد برده مهيئنا كويس جدا قبل الماتش بامانه، يعني ده نفسيا كان مهيئنا كويس جدا كان وفنيا برده كان مهيئنا، عملنا فاجئناهم خصوصا في طريق الدفاع لعبنا عليهم 5-1 5-1 كده عمر كان عمر وكان بيلعب قدام بالظبط كان بكر هو الواحد قدام، هم في الاول مش عارفين يعملوا اي حاجه لان هم متوقعين طول البطوله هنلعب 6-0 فبكل الحلول عندهم بكل النجوم حصل لهم شلل في الشوط الاولاني الشوط الثاني زي ما انا قلت لعبوا 7 احنا اللي حصلنا شلل مصري انت دكتور صح؟ صيدلي بس محترف كره يد صح مش هتشال صيدله يا ريت والله كنت كده قول لي اخبار الاحتراف ايه والله هو في عرض جاي لي بس موضوع في النادي الاهلي يعني لسه ما كان نادي كبير طبعا اتمنى طبعا النادي الاهلي يوافق ان انا اطلع الفرصه فرصه كبيره جدا
مش فرصه ما تجيش للعيب على في المركز بتاعك. هو النادي نفسه ممكن ما يجيش لاي حد يعني. دي حقيقه نادي كبير. فطبعا اتمنى ان انا اسافر، بس لو ما سافرتش برضو انا في نادي الاهلي مفيش مشكله. نادي كبير برضو، عندنا بطولات كتيره. عايز تحقق كل البطولات. الموسم اللي فات كان برضو في بعض البطولات فيها مشاكل بالنسبه لنا. يعني الموسم اللي فات تقريبا خدنا نص البطولات. يعني السنه دي عايزين ان شاء الله ربنا يكرمنا يعني نكسب. الجماهير لا ترضى غير بالمكسب. ان شاء الله يعني. اسلام بما انك كنت راجل محترف قبل كده، في المرحله اللي جايه لمنتخب مصر احتراف لعيبه دي حاجه مؤثره جوه منتخب مصر؟ جدا جدا، انا حسيتها وانا بره هتفيد المنتخب جدا. هتفيد جدا، اللعيب بياخد ثقه. بتنادي ان كل لعيبه تطلع تحترف؟ طبعا انا أكيد. انا شايف ان كل لعيب بيبقى بيلعب في الدوري، حتى لو الدوري ده مش قوي جدا، بتاثر عليه في ثقته في نفسه، في ان هو مواكب اللعب الاوروبي اكتر. فاما يجي يلعب في المنتخب هيلاقي الموضوع سهل جدا. سهل بالنسبه لك؟ انا كان فرق معايا جدا بصراحه. خش شويه في الجانب الاسري. تمام. لارا عبد الرحمن اخبارهم ايه؟ كويسين الحمد لله. قول لي، هم صغيرين انا عارف، هم كام سنه؟ لارا 6 سنين وعبد الرحمن قرب يبقى سنتين اهو. قاعد انت في المعسكرات وبتشوفهمش؟ طبعا مشكله بالنسبه لي. قول لي يا اسلام، انا عايز اخش في الجانب ده بالذات. لما بتيجي في وقت اجازه بتعمل ايه؟ يعني تحس ان انت قافل على نفسك قاعد معاهم على طول، ولا برضو بتتحرك وتعمل شغلك وتعمل حاجات؟ والله بص، لو الاجازه قصيره طبعا انا مش عاوز اسيبهم خالص، ببقى قاعد معاهم، ببقى فعلا مش عاوز اسيبهم خالص، بحاول اعمل لهم كل حاجه هم ما عملهاش في الاجازه. انت عارف الموضوع بيبقى صعب على الزوجات ان هم يعملوا لهم يخرجوهم حاجات كتير، بيبقوا محتاجين الاب. قول لي مراتك بتعمل ايه معاك؟ لا والله هي متفهمه، هي متفهمه جدا، ان هي كانت رياضيه لعبت فولي منتخب مصر وكانت خدت احسن بصير في افريقيا، فهي متفهمه جدا الموضوع ده، ما عندهاش مشكله. لكن الاطفال هم اللي مش متفهمين بيعملوا معاك ايه؟ قول لي لارا بتعمل معاك ايه؟ لا لارا بالنسبه لها المهم تاخد هديه، هي لارا ما عندهاش مشكله، المهم عشان اسافر اجيب لها هديه اسكتها. ما جبتش؟ لا مشكله انا ما اعرفش ادخل البيت بقى خلاص. لارا هتقف لي على الباب. قول لي خديجه اخبارها ايه؟ خديجه كام سنه؟ لا لسه 7 شهور. لسه 7 شهور؟ يعني لسه مش عارفه حاجه؟ لا لسه مش الحمد عارفة. لله بيقول لك الحمد لله ليه؟ والله طبعا كل ما الاطفال بتكبر بتتعلق اكتر بالاب والام، فهي لسه مش فاهمه طبعا. ابراهيم قول لي على جانب الشخصي، يعني مع مراتك، يا مراتك كانت رياضيه قبل كده؟ لا. كانت بتلعب باسكت كده برضه. بس زمان يعني. متفهمه برضه الامور؟ متفهمه جدا طبعا. احنا بجد كيف السنه؟ لا اسلام عارف الموضوع ده؟ لا مفيش. لا وانا عارف حاجه. لا هما يعني بجد بيعملوا مجهود جامد جدا، لان يعني معظم الوقت احنا في معسكرات سواء مع النادي او المنتخب، حتى لو في ماتشات، فهم فعلا متفاهمين يعني، و حاجه كويسه ان هم يبقوا متفاهمين كمان. طب خلينا نخرج بقى منتخب مصر، هنروح ليه والازواج والزوجات والولاد الجمال بتوعك. نادي الاهلي اخبارنا ايه بقى السنه دي في البطولات؟ احنا ان شاء الله عندنا الدوري. جدا كل الجماهير زعلانه طبعا في هاندبول، ودايما تحس هم زعلانين برضو بيسبورتوا كره اليد. بالظبط، احنا يعني السنه دي بدانا بافريقيا خسرنا، عندنا دوري لسه، عندنا سوبر. بس مش هتبص ورانا، هتبص لقدام. بالظبط، عندنا دوري، عندنا سوبر، عندنا كاس نخبه، ده حاجه جديده. عندنا كاس مصر، عندنا بطوله افريقيا ابطال الكؤوس، فلسه عندنا 5 6 بطولات تقريبا، فان شاء الله ربنا يكرم فيهم يعني. صاحب الجماهير صح؟ صديقهم. قول لي، الجماهير بتتكلم كتير الماتشات اللي جايه بالنسبه للاهلي. انتوا بقيتوا 7 لعيبه منتخب مصر مؤثرين جوه منتخب مصر، ده عصام الطاهر اصغر لعيب في منتخب مصر وعبد الرحمن فيصل. شايف الموضوع شكله ازاي؟ بص كابتن خالد، اولا على زعل الجماهير، احنا كلعيبه طبعا احنا من الجماهير، احنا بنزعل جدا. جمهور. والله احنا فعلا، احنا كمان في الخساره بتاعتنا احنا بنبقى يعني، الناس لو تشوفنا، احنا اظن حضرتك سافرت معانا قبل كده بتشوف احنا بنبقى مضايقين ازاي. طبعا. لكن احنا بنجتهد، احنا بنجتهد جدا، احنا في النادي زعلان. خلي بالك شفتكم الحمد كسبان. لله عشان احنا كسبانين. الحمد لله. انا طول عمري سافرت معاكم انت كسبان. لا بجد فعلا الزعل احنا بالنسبه لنا احنا عارف. بيبقى موضوع صعب قوي. لكن الفتره الجايه دي فتره مهمه للنادي، عندنا السوبر المره دي هيبقى مؤهل فعلا، البطوله هتبقى في السعوديه. طبعا بطوله في السعوديه، مسافر طبعا. فانت عندك تحدي كبير، المفروض ان شاء الله يعني ان احنا نسعد الجماهير ببطوله السوبر دي اهم بطوله السنه دي. لكن مش يعني هي اهم بطوله، لكن في بطولات ثانيه مهمه، لكن احنا فعلا اول حاجه بالنسبه لنا هيبقى السوبر ان شاء الله. السوبر دي الحاجه المهمه بالنسبه لك، بالنسبه لاسلام حسن حتى في تاريخه مع كره اليد. جدا جدا. مصري بطوله افريقيا اللي جايه مش في الانديه، بتكلم على منتخب مصر تاني. تمام. في تونس، شايفها ازاي قبل سنه من البطوله؟ طبعا تبقى صعبه جدا،
بس يعني احنا يعني الحمد لله ربنا كرمنا في كاس عالم وكسبنا تونس 7. ده كان مهم جدا، مكسب معنوي عشان نروح في تونس. طبعا يعني اكيد الكل لاعب هاندبول عارف ماتشات مصر في تونس وماتشات تونس في مصر بتبقى ازاي، فالدنيا هتبقى صعبه بس هنجتهد برضو، هنعمل اللي علينا وربنا يكرمنا ان شاء الله، خصوصا مؤهله الاولمبياد. مؤهله الاولمبياد طبعا، مؤهله الاولمبياد اللي بيكسب. واعتقد ان احنا هنخش في التصفيه بتاع الاولمبياد اللي احنا خدنا تامن عالم. اكيد بطل اوروبا هيبقى من ضمن الثمانيه. السته اللي فيكم هما بياخدوا بطل العالم بيروح الاولمبياد على طول، ده رقم واحد بالظبط. في بعد كده بياخد من الثاني للسابع، الثاني للسابع بيوصلوا اكيد من الثاني للسابع هيبقى فيهم بطل اوروبا. بطل اوروبا مظبوط، هيبقى من الثاني دايركت، هيبقى من الثاني للثاني. مصر هتخش التصفيات الاولمبيه عن طريق بالظبط، هيبقى عندنا فرصه طبعا ان شاء الله نكسب بطوله افريقيا اللي في تونس، ثاني فرصه اللي هي الاولمبياد اللي هي كاس عالم. الاولمبياد وراك وراك ان شاء الله. طبعا بطوله افريقيا خسرتوها في الجابون، الناس مش مستنيه انت تخسر ثاني في تونس، وكانت غريبه، احنا كانت حتى بالنسبه لنا غريبه جدا. كان منتخب تونس كان اضعف من منتخب اللي احنا لعبناه في كاس العالم بكتير بكتير، كان عندهم نقص في مراكز كتير. حصلت ظروف في الماتش ده، ناس كتير شافتها في اصابات، في عدم توفيق حصل في الماتش، فما قدرناش نكسب الماتش عادي، خلاص الموضوع خلص. لكن الجاي مهم، احنا كان مهم بالنسبه لنا جدا الماتش ده نفسيا ومعنويا، ان احنا منتخب تونس يعتبر كامل، ان احنا نقدر نكسبهم بالسكور ده. بينا ان احنا منتخب مصر واقف على رجله، ما بتهزهوش خساره خالص. نأمل ان احنا نكسبهم بقى في تونس ان شاء الله، دي هتفرق معانا جدا ان شاء الله. اكيد كابتن ابراهيم، انت راجل نجم نجوم الفريق فعلا، عايزك تقول حاجه داخليه عندك، تقول لي ايه المسؤولين وتقول لي ايه لكل الناس في المرحله اللي جايه على دعم المنتخب مصر، تطلب ايه عشان مصر توصل لاعلى مركز في كره اليد صراحه. هو ناقصنا يعني حاجات عشان نبقى زي الفرق العالميه. طبعا احنا محتاجين ماتشات دايما تبقى في بقى في وقف دولي في شهر 4 وشهر 10. كويس، احنا بقى لنا مثلا 3 4 سنين مش بنستغل الكلام ده. احنا المنتخب بيتجمع من السنه للسنه، فلازم نتجمع في الفتره اللي هي من شهر 4 دي. انا شايف ان دي مهمه جدا، يعني يوفروا لنا ماتشات، توفير مباريات احتكاك على مستوى عالي المنتخب المصري بالظبط في التوقف الدولي، بحيث ان يبقى المنتخبات الثانيه متجمعه فتلعب مع منتخبات قويه. ايه كمان الامكانيات بقى؟ طبعا يعني الامكانيات الماديه طبعا، يعني في امكانيات. احنا بقى ده اتحاد بيدعم، ما شفناش حاجه والله. دكتور الصبحي بيدعم وبرزنتيشن بيدعم، واتحاد المصري اعتقد ادي اللي عليه، يعني خلينا نقول دي الحقيقه. لكن انت عايز الدعم اكتر من كده، هل دعم مادي، هل دعم معنوي، ايه بالظبط؟ كل انواع الدعم، كل انواع الدعم، كل انواع الدعم المادي. المادي ولا فيش اسئله؟ الفترة اللي فاتت يعني اعتقد اخر فترة بدأت الدنيا تختلف، دي حقيقة. احنا حسينا بيها فعلا، لكن المفروض ان هم عدلنا الفترة الجاية الدنيا تختلف اكتر، حتى الوزير دكتور اشرف صبحي وعدنا دي حقيقة كلمة مهمة، قال لنا هيبقى في ظهرنا الفترة الجاية دي. وهو قال لنا بصراحة حاجة تانية، قال لنا حتى لو كنتوا خسرتوا احنا كنا في ظهركم، دي حقيقة. والحمد لله ان انت تبدأ من فوق، انت بادئ من المركز الثامن فتعتبر من فوق، دي فرقت كتير معانا ومع الوزير، ان شاء الله يفضلوا في ظهرنا كده. قول لي اهم نقطه الناس المسؤولين يعملوها منتخب مصر يطلع لقدام للمركز الاول بطوله العالم بصراحه. معسكرات خارجيه، معسكرات خارجيه مهمه جدا، مع يبقى فيها احتكاك مع فرق اوروبيه، اوروبيه من اللي هم المراكز اللي هم فوقنا، خلاص اللي فوقيك. مش عايز تلعب مع التحديد خلاص، لا مش هينفع، مش هينفع، مش عشان انت مركز تامن، عشان انت عاوز توصل اللي فوقيك، مش دي حقيقة. طبعا دي هتفرق كتير معاك، اظن هي المباريات القويه دي اللي هتفرق، ان انت بعد كده تبقى مفيش، عارف اللي هو الفتره اللي انت بتخسر فيها دي مش هتبقى موجوده، لان عندك خبرات كتيره. دي تمام، دي اهم نقطه، انا دي اهم حاجه بالنسبه لي. كلمة أخيرة للأسرة بتاعتك اللي مستحملة كتير معاك، تقول لها إيه؟ بشكرهم طبعا، بشكر طبعا مراتي جدا طبعا اللي مستحملاني، وبشكر والدي ووالدتي، وبشكر والدة مراتي ووالدها برضو طبعا. كل دول مستحملينك، ده ربنا كل مصر كلها والله فعلا مستحملوه بالعافية. فأنا بشكرهم جدا، وإن شاء الله يقفوا في ظهري برضو الفترة الجاية بإذن الله. كلمة لجمهور النادي الأهلي أخيرا. ان شاء الله برضو عايزين دعم منكم الفتره الجايه، الفتره الجايه تقريبا 3 4 شهور فيهم 5 6 بطولات، فمحتاجين دعمكم اكتر من كده ان شاء الله. هتقول لي مين؟ انا هسيب لك الميكروفون خلاص. عايزك تختم. لا انا اقول لوالدي لوالدتي، كانوا معاك في بطوله العالم، كانوا معايا في بطوله العالم دي وبطوله العالم اللي قبليها، على طول بلف بصراحه معايا في كل حته. بيقول لك يا اسلام على طول؟ على طول. هم سند ليا جدا، ربنا يخليهم. الحمد لله رب العالمين. واشكر زوجتي طبعا، تقول لهم ان هم مستحمليني. لا انا عايزك تقول لبابا وماما ايه، معلش. ربنا يخليهم ليا ويطول لنا في عمرهم كده، فعلا هم سند ليا، هم الواحد ماشي بدعواتهم بعد فضل ربنا. مراتك يعني
مراتي ربنا يخليها فعلا على اللي هي مستحملاه وشايفاه مني. مستحملاه جامد جدا جدا. انا اظن احنا طول السنه معسكرات فهي مستحمله وشايله. طب في هدايا وانت راجع برضو لمراتك؟ والله ساعات وساعات انت عارف بقى الاطفال بتاخد كل حاجه دلوقتي. لارا عبد الرحمن. انا لارا طبعا نفسي ان هي تبقى لعيبه كبيره. لعيبه فولي؟ لا لا فولي. لارا فولي بصراحه. انا نفسي عبد الرحمن بقى هو اللي يبقى في هاندبول. نفسي اشوفه زي ما بابايا كده بيلف ورايا الدنيا. انا نفسي الف معاه على الكوره. ناوي طبعا. كلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي اللي ليك علاقه شخصيه بيه. حبايبي جدا. لا فعلا هم على طول مسندني، على طول مسندين الفريق كله. انا شخصيا الناس واقفه على طول في ظهري، في المستوى ينزل مستوى يطلع الجمهور على طول الحمد لله في ظهري. اوعدهم ان احنا مش هنقصر باي حاجه معاهم، ان احنا هنبذل اقصى حاجه عندنا وان شاء الله يبقى في مكسب كتير يفرحوا بيه ونرفع راسنا كلنا مع بعض ان شاء الله. نورتني عالمي. شكرا عالمي والله. يعني اثنين عالميين كبار بجد. هم عارفين كلمه العالمي دي. هم اثنين كباتن كبار عالميين. كابتن ابراهيم مصري نورتني وشرفتني. كابتن اسلام حسن العالمي الاولاني شرفتني ونورتني. حبيبي يا كابتن خالد الله يخليك. يا رب في المرحله اللي جايه نتمنى المنتخب مصر لكره اليد اللي يوصل لاعلى مرحله. بنبارك للانجاز، بنبارك لكل الناس ولهم الف مليون مبروك على انجاز المركز الثامن. لكن خلي بالكم الجمهور والشعب عايز لقدام. بالنسبه للنادي الاهلي هيحاسب اللعيبه. كل جماهير عايزه النادي الاهلي في حته تانية خالص. سوبر وافريقيا، دوري وكاس، كلنا وراهم. كل جمهور النادي الاهلي ورا كره اليد ورا كل فرق النادي الاهلي. بشكركم في اخر الحلقه والى اللقاء.